أبو جهل كبير، أبو جهل أبو الحكم، أدوار كثيرة جسدت هذه الشخصية. شنو اللي يميز جواد الشكرتشي بإيجاز؟ بإيجاز بإيجاز أنه كل من مثله قرأ عنه شكل بسيط واشتغل بشكل كاركتر على أنه هم ذول المشركين هالشكل. أني دخلت بالتاريخ وكأنه ركبت مركبة فضائية عابرة للزمن، فعدت 1400 سنة شفته جبته وجيته وقدمته للناس. هذا باختصار. تلبسته و... مو تلبسته قدمته. لا تلبسته يعني راح أفهمه وكذا. لا أنا عادة عندما أدخل بالشخصية في بعض الشخصيات الكثيرة اللي مثلتها بالتلفزيون وبالمسرح، مو فقط أتلبسها وأقدمها. أبو جهل قدمته جبته قلت له، قلت لي قرأت تاريخ، قرأت تاريخ عن أبو جهل. نعم. قرأت تاريخ المسلسل اللي شاركت فيه؟ طبعا. حلو. أولا هذا مسلسل تاريخي، يعني هذا احنا قارئين من بالابتدائية. من منا لا يعرف الدعوة الإسلامية كيف بدأت؟ لا، أنه مسلسل يخص عمر بن الخطاب. طبعا طبعا طبعا. ها، شخصية عمر بن الخطاب تحديدا لم أكن أعرف عنها شيء كثير، يعني هو شخصية من الشخصيات الإسلامية، يعني خلفاء الراشدين والقادة اللي كانوا في ذاك الوقت، خالد بن الوليد وهاي المجموعة الكبيرة، عبد الله بن مسعود، أبو ذر الغفاري. ولكن في مسلسل عمر بن الخطاب عندما قرأته وكتبه كاتب متمرس ولي السيف، حقيقة وجدت في شخصية عمر بن الخطاب جوانب ما كنت أعرفها. نانا هذا هو اللي استوقفني، قلت لك تاريخ أعرفه، هاي الشخصية معروفة، فبدأت أيضا أغوص في معرفة شخصية عمر بشكل شخصي. ولكون أبو الحكم، ما أنا سميه أبو الحكم لأن أنا أحب هاي الشخصية بغض النظر عن موقفها، أنا إذا أنظر كإنسان مو كقاضي ولا كمحقق، كإنسان هذه الشخصية عظيمة. لولا وجود الإسلام لكتب لأبي الحكم بالتاريخ على أنه من الشخصيات العربية الكبيرة.